رجعت الراية وعلى بركة الله اندفعت هذه الأفراس الباحثة عن انتصار جديد على مسافة 1400 متر. الاندفاع تبدأ مع عليا الود التي تبدأ الانطلاقة في المنتصف مع العجاجة في من الداخل مع غلا الهاشمية التي تبدأ في المسار الداخلي في هذا الشوط الماطر مشاهدينا وهذه الأرضية متمنين السلامة للخيل والخيالة. هنا اندفاعت الأفراس، هنا الصدارة لعليا الود في المنتصف في المركز الأول مع العجاجة وكذلك غلا الهاشمية التي تبدأ أيضا في المسار الداخلي تتحاذى مع غلا عليا الود. الآن غلا الهاشمية تتقدم مع ظهور العجاجة من المركز من الخارج مع محاولات وصول راشقة أيضا التي تبدأ في التحرك من الخارج مع أليكسيس مورينو مع ظهور لترابط أيضا في الصورة فيما غلا الهاشمية في المسار الداخلي مع محمد رشيد في المركز الأول. المنعطف الأخير غلا الهاشمية تزداد مشاهدينا الكرام لتوزيع الفارق مع 400 متر الفاصلة. هنا مراحل الحسم، هنا ترابط استحفاظ محمد سليمان للمطاردة للوصول، هنا ترابط تبدأ في التقدم مع المطاردة كذلك محبوبة آلاء فيما غلا الهاشمية في المسار الداخلي. الاندفاعات محبوبة آلاء تتقدم لانتزاع الصدارة من ترابط، هنا محبوبة آلاء تنتزع الصدارة مشاهدينا الكرام وتحقق هذا الحضور. بوادر خير إذن هي من فعلتها مشاهدينا الكرام، ابنة الحراق هي من وصلت إلى خط النهاية في